هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. فيديو جديد من عند الحمام، والنهاردة إن شاء الله هنتعرف على مكون مهم جدا 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 لصحة الحمام، الإنتاج بتاع الحمام. بصوا، الإنتاج بغزارة بمعنى أصح، بديل العلف. بديل إيه؟ بديل العلف. بسمع كتير قوي من المربيين والمربيات بيقولوا لي إحنا بنحط العلف اللي هو العلف الجاهز ده بتاع الشركات بمعنى أصح علشان يزود وزن الزغاليل. وكنا طبعا اتكلمنا قبل كده مرارا وتكرارا عن موضوع العلف ده، وقلت لكم يا جماعة العلف تلف، العلف خطر جدا على صحة الحمام، على صحة الزغاليل. هقول لكم بصوا كل حاجة خلال الفيديو، بس طبعا أتمنى قبل ما ندخل على الفيديو كده ياريت صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين. وكنت وعدتكم برضو الفيديو اللي فات إن أنا هوريكم الإنتاج بتاعي. صلوا على النبي كده وقولوا ما شاء الله اللهم بارك، وشوفوا بصوا اديكم شايفين بعينيكم الانتاج عندي الحمد لله الحمد لله. تقريبا كده الحمام كله شغال الحمد لله والفضل لله وحده. الحمام اللي عنده بيض واللي عنده زغاليل واللي لسه هيفقس، البيض اللي لسه هيفقس والبيض اللي فقسوا الزغاليل اللي زغالوله كبيره، والزغاليل انتم شايفين حجمها قد ايه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكانوا برضو حبايبي سالوني في الفيديو اللي انا كنت نزلته مره ووريتكم الاهالي وهي بتاكل في الزغاليل اللي هي كانت عليها شريش بمعنى اصح، قالوا لي ليه الزغاليل دي ما عليهاش ريش؟ في ناس قالوا لي احنا بنشتكي نفس الشكوى ان الزغاليل ما عليهاش ريش. طيب بصوا يا جماعه، في الاول بس عايز اوريكم حاجه للناس اللي هي بتكذب وتقول عمر الحمام ما بيبيض 3 بيضات، عمر الحمام ما بيبيض 4 بيضات. قولوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا دي ال3 بيضات اللي انا وريتهم لكم قبل كده. برضو اللي متابعني وشاف الفيديوهات شاف ال3 بيضات دول اللي هم جوه الباب على طول، يعني القفص اللي هو جوه الباب على طول كان فيه 3 بيضات بسم الله ما شاء الله فقسوه. بسم الله ما شاء الله بصورهم باستمرار، بصورهم يعني تقريبا كده كل يوم او كل يوم والتاني كده الزغاليل. هبقى برضو اعمل لكم فيديو لوحده واوريكم مراحل نمو ال3 زغاليل دول. اللهم صل على النبي، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه حلوه خالص، وتقريبا كده ال3 حجم واحد اللهم بارك. كنت وعدتكم وبرضو انا قلت لازم اعمل الفيديو ده. في ناس بيقولوا ما تعمليش الفيديو اللي هو توري للناس الانتاج وكده، بس طبعا انتم اخواتي وحبايبي، واكيد لما هتشوفوا حاجتي الحاجه هتزيد طبعا ما شاء الله، انتم شايفين اهو. طبعا الحاجات دي كلها بفضل الله اولا واخيرا، والله اولا واخيرا بفضل الله، ثم بفضل الحاجات اللي احنا بنحطها يا جماعه والكلفه المتوازنه. ابعدوا عن العلف. في النهارده جايبه لكم مكون مهم جدا جدا جدا، وهقول لكم ليه برضو الزغاليل عندي، الزغاليل البيضه دي كان الريش بتاعها مقصف بالشكل ده. اولا يا جماعه الفتره اللي فاتت دي لما الفتره انا سافرت فيها بمعنى اصح كان التحديق خلصان، ما كانش عند الحمام تحديق نهائيا، وخدنا فتره مش بنحط للحمام تحديق، وحتى الكلفه نفسها كان في العنصر اللي انا هوريه لكم النهارده معايا ده كان خلصان من عندي، وما كنتش لاقيه اساسا في البلد. اللي كنت بلاقيه مش النظيف الصراحه، او اللي هو بيبقى المتكسر، وانا زي ما انتم عارفين ان انا بحب احط للحمام اي الحبوب عامه، اي حبايه بحطها للحمام لازم بحط له الحبه الكامله، فما كنتش لاقيه خالص، وخدت فتره فعلا ما حطوش للحمام، بس لما لقيته جبته بجد والله فرق في صحه الحمام. فالانتاج بتاع الحمام في الزغاليل، في حجم الزغاليل بسم الله ما شاء الله، الزغاليل يومها بقى بيومين وثلاثه، يعني فعلا حجم الزغاليل اختلف تماما. الزغاليل اللي هي كانت ما عليهاش ريش خالص اتكست ريش زي ما شفتوا في اول الفيديو بسم الله ما شاء الله. المكون ده يا جماعه الفول، الفول بديل العلف، بديل العلف الجاهز. العلف الجاهز بيعمل ايه؟ عشان بيسمن الزغاليل، الناس بتقول لي ده بيسمن الزغاليل وبيخلي حجم الزغاليل كبير كده، وايه
يعني حاجة كده تملى العين. الفول على فكرة بيعمل نفس الشيء، ولو عملنا بقى مقارنة بسيطة كده بين الفول والعلف الجاهز هنلاقي طبعا ان الفول قيمته الغذائية عالية جدا 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 مقارنة بقى بالعلف الجاهز، العلف اللي هو مضر اساسا للحمام وبيأثر على صحة الحمام وبيأثر على الانتاجية بتاعت الحمام وبيعمل زي تليس كده للنتاية، بتخلي النتاية ما تنتجش. طبعا احنا لما الاهالي هتأكل الزغاليل الصغير، مش هتأكل الزغاليل بس، هي كمان هتاكل معاها. وعلى فكرة كمان غلط على الزغاليل، لو هتربوا الزغاليل دي طبعا غلط عليها العلف الجاهز، لان العلف الجاهز زي ما بقول لكم بيأثر على صحة الحمام، والحمام انتم عارفين ان هو بيعيش سنين طويلة. لكن العلف معمول للفراخ يا جماعة، للبط، للوز، للروم، الحاجات دي ما بتعيش اكتر من سنتين ثلاث سنين بالكتير. لكن الحمام احنا عارفين الحمام عمره بيبقى طويل وبيعيش معانا سنين طويلة جدا يعني، فمش هينفع معاها العلف. الحمام بياكل كلفة، كلفة بمعنى ايه؟ اللي هي الحبوب الطبيعية، الحبوب اللي هي من الطبيعة، زي طبعا ما عملنا حلقات كتير قوي عن ايه كلفة الشتاء وكلفة الصيف. احنا دلوقتي في كلفة الشتاء، طبعا الفيديو موجود ايه على القناة، ارجعوا له. تمام كده. طيب نرجع بقى لايه، للفول. الفول اللي هو بديل العلف، بجد الفول من الحاجات الجميلة جدا 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 في الانتاج، في تغذية الزغاليل وتغذية الحمام. بصوا هتلاقوا فعلا فرق كبير جدا، مليان بالفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة جدا جدا لصحة الحمام. بصوا بقى في ايه، الفول يا جماعة فيه نسبة بروتين خام بنسبة 30%، يعني برضو نسبة مش قليلة، بسم الله ما شاء الله نسبة عالية جدا. وفيها نسبة من المعادن المهمة زي الفسفور، طبعا الفسفور احنا عارفين واتكلمنا عنه قبل كده، قلنا ان هو مهم جدا جدا للتخصيب، وبيساعد في تكوين الحيوانات المنوية عند الذكر وفي تكوين البويضات عند النتاج. يعني هو بصوا بيدخل في الانتاج، هيزود الانتاج عندكم بغزارة. كمان بيدخل في تكوين العظام مع الكالسيوم. كمان الفول فيه نسبة حديد عالية جدا، وكنت قلت لكم قبل كده ان الريش او المسؤول الرئيسي عن الريش الحمام او الريش الطيور عامة الحديد. لما الحديد بيقل في جسم الطيور بيبتدوا يعوضوه من اي حاجة، يعني بيبتدوا مثلا ايه يلقطوا كده في الزغاليل الصغير. والزغاليل دي لو كنتوا لاحظتوها هوريها لكم، هحطها لكم دلوقتي على الشاشة. الزغاليل اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي ليه معريه كده من الريش، الحمام الكبير بيحدق منها يا جماعه، هو محتاج حديد فبيبتدي يحدق من الريش نفسه. فالفول فيه نسبه عاليه من الحديد، كمان فيه عناصر معدنيه تاني زي النحاس والزنك والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم، وكمان فيه سعرات حراريه اللي بتمد جسم الطائر او جسم الحمام بالطاقه، وكمان فيه كربوهيدرات وسكريات مهمه جدا لصحه الحمام. الفول كمان فيه هرمون اسمه هرمون النمو اللي بيساعد الزغاليل ان هي تنمو بشكل سريع جدا، فهتلاقوا الزغاليل كده يومها بصوا فرق يومها بيومين وثلاثه، وزي ما قلت لكم بيخلي الزغاليل بتنمو بشكل سريع وبقوه، وبيبني الخلايا كمان والعضلات بتاعت الزغاليل. مفيد جدا في السباقات والنش بعد الطيران، بعد ما الحمام كده ايه، الناس اللي هي بتنش الحمام فاهمه الكلام ده يا جماعه، بعد ما الحمام بيجي كده من الطيران بيقدموا له وجبه اللي هي وجبه الفول دي، بتعوض الحمام عن التعب اللي هو او المجهود اللي هو بذله، وبتدخل الحمام كده في حالة استرخاء. كمان يا جماعة الفول بيساعد الحمام في التخلص من مرض الامساك، القشرة بتاعت الفول دي مهمة جدا، هي اللي بتساعد الحمام في التخلص ايه من مرض الامساك. كمان الفول بينشط وبيقوي جهاز المناعة عند الحمام، مهم للجهاز الهضمي جدا جدا لانه بينشط عملية الهضم وبيسهلها، وبيساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء عند الحمام. كمان بيقوي عضلات الحمام وعظام الحمام. طيب حاجة زي كده، أو بصوا الفوائد اللي كتير أو اللي انتم سمعتوها دي، أدعى إن احنا نحط الفول أو نضيف الفول للكلفة ولا نضيف العلف للكلفة. شوفوا يا جماعة انتم وانتم قدامكم ده وقدامكم ده، واديكم شايفين انا وريتكم الانتاج عندي، وانا مش بستخدم العلف نهائيا نهائيا. زي ما قلت لكم العلف تلف، العلف بيجيب سموم فطريه، بيجيب امراض، بيجيب بلاوي احنا في غنى عنها. زي ما قلت لكم قبل كده وهفضل اقولها على طول، العلف الحمام اكله حبوب وبس،
عيشوا الطيور زي ما ربنا خلقها وزي ما كانت عايشه في الطبيعه. مش معنى ان احنا حابسين الحمام عندنا ان احنا بقى هنفضل نحط له حاجات ونفتكس حاجات، والناس اللي بتروح حاطه الاكل زي ما بنحط اكل الفراخ، لا طبعا الحمام اكله مختلف تماما. ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه على قد ما تقدروا علشان اكتر عدد من الناس تستفاد منه، ويبقى لكم الاجر مناصفه معايا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.